الوصفة دي ما تخيلتش ابدا انها تطلع بالحلاوة والجمال ده. كنت عايز اعمل غدا سريع، طلعت لف الجلاش من التلاجة وقلت يلا بينا نخترع. اول حاجة هجهز شوربة الشيف نادية السيد، شكرا شيف نادية، زبدة وزبادي ولبن وبيض وبيكنج باودر ويتقلبوا كويس ويتشال على جنب. جبت نص كيلو فراخ متقطع مكعبات ونزلت بيهم في طاسة سخنة جدا مع نقطة زيت، ملحتهم بملح وفلفل، وبعد كده اول ما اخدوا لون خدتهم على جنب، نزل عليهم ببصلة مفرومة ناعم وعليها فصين ثوم ياخدوا الريحة بس كده، ونقلبهم على بعض، مكعبين ثلاثة زبدة ومعلقتين دقيق، ويتقلب الخليط ده كله على بعضه، وننزل عليه بشوية لبن سائع جدا يتقلب، أول ما يتقل أنزل عليه كوباية كريمة ونقلب، ملحها بملح وفلفل وشوية جوز الطيب ومعلقة مرقة، أول ما تاخد القوام ده خلاص. أجيب صينية وأدهنها بالتشريبة وأفرد عليها رقات الجلاش، وبين كل رقة والتانية أبتدي أديها التشريبة زي ما أنتوا شايفين كده، لغايه لما اوصل لنص الكميه. بعد كده نجيب الفراخ ونحاول نخلي الصوص على جنب، نحطها وننزل عليها بشويه جبنه، بعد كده اكمل رقات الجلاش عليها، وما بين كل رقه والتانيه نبتدي ننضف الحروف ونصب البشاميل على الوش، نحط عليه شويه جبنه وعلى الفرن، وكده بقى معانا احلى صينيه جلاش بالبشاميل. ما تسالونيش ازاي، تقريبا كده هبتدي انافس محمد حازم في بشاميل الخميس. عظمة، طرية وطعمها رائع وما بتاخدش وقت خالص في التحضير. اختراع، تسلم ايدي.